يعني والله العظيم انت لسه ساعات بتقول ايه تاني. لا اسيبك من تاني وتالت ورابع، اصل هي مش هتتغير يعني، هي المعامله العقليه مش هتتغير، فاهم؟ انت في وادي ده عالم افتراضي، عارف العالم الافتراضي صحيح. اللي هو انت مين ملحن الاغنيه؟ انا. قالوا مين مؤلفها؟ قالوا انا. قالوا مين اللي بيغنيها؟ قالوا انا. فامبارح يقول لك ايه، انا اتمنى الاهلي يرجع لسابق مستواه. فالمسرحيه بالظبط كده، اللي هو يعني شيلوه من فوق لموته، يعني انت طول العمر بتتعامل باحترام شديد جدا، ومفيش اي مشكله خالص ما بينك وبين المنافسين اطلاقا، غير كل الاحترام، كل الاحترام والتقدير. صحيح. حد عايز يعني يغير سنه الكون، يغير سنه الحياه. سنه الحياه بتقول ان انا بكسبك على طول، بس ممكن في لحظه تكسبني، دي سنه الحياه بالنسبه لنا. صحيح. سنه الحياه بالنسبه لك ان انا بتغلب لك على طول، بس ممكن اكسبك. تمام. وفي احترام وود وتقارب بشكل كويس قوي. انت عايز تغير الموضوع ده خالص، خلاص تعالى مفيش مشكله. يعني بتتخيل ساعات ان هي بنديه وعصبيه ونوع من القوه، لا ده مش قوه خالص. مع الاهلي سياستنا معروفه جدا، تمام، اضرب الكبير يخاف الكبير. اه والله. صحيح. دي سياسه الاهلي. صحيح. يعني هتضرب الكبير هيخاف الكبير. صحيح. تمام. سياسه تانية بقى، اضرب الصغير برضه هيضربك الكبير. هيضربك الكبير. انا قلب معايا الافلام النهارده، عارف تيجي بقى كده 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 هي كده.